هذه حملة حملة وطنية طبيعي حزب العدالة والتنمية يتعب عليها يعطيها كل الاهتمام للتواصل مع المواطن للتعريف أولا بما عملت الحكومة ما هي إنجازاتها كيف تسلمت المغرب وكيف تخرج اليوم الأولى ثانيا ما هم المرشحين يقدموا حزب العدالة والتنمية المواطنين لكي يقترحهم ثالثا الهدف بطبيعة الحال هو يعاود حزب العدالة والتنمية يكون هو الحزب الأول ويحوز الثقة ديال المواطنين باش يواصل الإصلاحات التي بدأها من قبل أو يقوم بالإصلاحات لن يستطيع أن يقوم بها من قبل. طيب الآن نحن في اليوم الثاني يعني الانطلاق يعني يمر في أجواء طبيعية عادية. الآن يعني الحزب اللي نزل بوضوح هو حزب العدالة والتنمية. طبيعة الحال نتمنى على الله أن هذه الحملة تمر في سلام لأن هذا اختبار بالنسبة لبلادنا على مستوى ممارسة الديمقراطية ونتجاوز يعني بعض الإشكاليات التي يمكن أن تخدش هذه الحملة. اللي مهم هو أن ما نقوم به وما يقوم به المشهد السياسي بشكل عام أن يصب في مصلحة الوطن هذا هو اللي مطلوب. فإذن هي انطلاقة إن شاء الله مباركة وإن شاء الله تؤشر على أنه يوم 7 أكتوبر النتائج ستكون جد إيجابية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن اقتراع 7 أكتوبر بنكهة استثنائية فهو يشكل بالنسبة لبلدنا موعدا متجددا لتأكيد تميز نموذجه في المحيط العربي. نريد أن ينتصر بلدنا في هذا الاستحقاق بانتخابات شفافة ونزيهة وحرة وديمقراطية لا شيء يعلو فيها على صوت المواطن. يجب أن يكون التنافس على أساس البرامج والطروحات وعلى ما قدمت الحكومة الحصيلة في هذه الولاية وليس على أساس أي شيء آخر. الأكيد أن حكومة الأستاذ عبد الإمام كيران قد قامت بإصلاحات جوهرية ونحن نرنو أن تستمر وتتعزز ما بعد 7 أكتوبر معنا وبنا وهذا كله يتوقف على صوت المواطن الذي يجب أن يكون نسبة المشاركة في 7 أكتوبر أكثر مما كان في 4 شتنبير.